كحملة تم وضع خطة لرصد الاحتياجات والأولويات الأساسية لأهلنا بغزة والجنوب، وتم النظر أكيد باحتياجات النساء والأطفال اللي عم بيعانوا من ظروف مأساوية مع استمرار هيدا العدوان. اليوم تم التبرع بمراكز بمختلف المناطق اللبنانية لتجميع المساعدات فيها وإنشاء صفحة عبر منصة فيسبوك وجروب عبر واتساب، تطبيق واتساب، وضع أرقام ساخنة للاتصال والتبرع. كحملة اليوم منشوف إنه نحن عم نعمل واجبنا. أضعف الإيمان اليوم إنه نقدر نساعد، علما شو ما كانت حجم المساعدات اللي ممكن نقدر نجمعها ونتبرع فيها ونبعتها نوصلها، راح تكون خجولة جدا وما بتساوي شيء قدام تضحيات الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، أهلنا بالجنوب النازحين، قدام مأساتهم، قدام حجم خسارتهم وحجم الفقد اللي عم بيعيشوا فيه.